طيب، السلام عليكم مرة ثانية. وعليكم السلام. ذكرت كنا من آخر جملة حكيتها إيش؟ إنه ما بصير الـ specified capacity. إحنا قلنا حسب ما حليناها هاي المسألة في الصف طلع بدنا 3.74 HP. فما بصير الـ specified أروح أشتري ماتور أصغر من هذا الرقم، بس ممكن أجيب أكبر. الأصل أروح أجيب هذا، بس نادر ما تلاقي الرقم اللي بدك إياه في السوق، فبتجيب أقرب واحد إله من فوق. يعني إذا مثلا أقرب واحد إله كان 3.8 بتجيب 3.8. ليش 3.8؟ لأنه هذا موجود، هذا مش موجود. طيب إذا في مثلا 3.7 و 3.8 مين منجيب؟ 3.8. طيب إذا في 4 و 3.8 و 3.7 مين منجيب؟ 3.8. 3.7 لا، ضل 4 ولا 3.8؟ 3.8 بس جيب 3.8، هو الأقرب من فوق للباور اللي بدنا إياه. نعم، متى بطلع لباور أعلى؟ إذا كان في عندي معلومات مسبقة، مثلا إنه في سياسي عندي في الديزاين الشركة اللي أنا شغال فيها أو المصنع دائما نزيد على الكاباسيتي تاعتك أو على الباور تاعتك 5%. أوكي، فإذا بدي أزيد 5% على 3.74 بطلع تقريبا 0.2. أوكي، فبالتالي 4 في 5 0.2، فبصير 3.74 بتصير تقريبا 3.9 something. ساعتها بدي أطلع على 4.0. ليش؟ لأنه يعني عندي سياسة عامة إنه زيد 5%، لأن بده يكون عندي معلومة معلومة مسبقة على الزيادة. فإذا ما عندي معلومة مسبقة بجيب أقرب مقاس موجود في السوق للرقم اللي بدي أقرب إله، أقرب رقم إله من فوق وليس من تحت. يعني نفس الباور أو أكبر، مش نفس الباور أو أقل. لا، طيب خلصنا من هاي النقطة. الآن منتابع هذه الرسمة تاعتنا. نعم، السبيسيفيكيشن شيت اللي انا فرجيتكم اياها هاي لاغراض التوضيح للطلبه. هاي الان سبيسيفيكيشن شيت او داتا شيت للبروفيشنالز. اذا بنقرا تحت، بنقرا تحت شو العنوان المكتوب تحت؟ API 610 pump data sheet. داتا شيت يعني المعلومات. كاستومري يونت، عشان تعرف شو يعني كاستومري يونت تطلع على اليونتس اللي جوا. اليونتس اللي جوا شو شايفين؟ واضحه ولا مكبر؟ هاي كبرنا. شو اليونتس اللي جوا؟ مثلا جالون بير مينيت، جي بي ام، جي بي ام، بي اس اي جي، فوت، اوكي، فهرنهايت، بي اتش بي في مكان ما يمكن. طيب BTUs، هذا اليونت تابع على مين؟ British system. British system أو اللي إحنا بنسميه American system of units. الآن هذا السيستم هم هون سموه customary units، يعني اليونتس المعتادة. واحد بيقول عم إحنا المعتاد المتر والسنتيمتر والأتموسفير والبار، هذا المعتاد. هذا المعتاد عندنا مش عند الامريكان. طب مين حكى انه هاي للامريكان؟ اطلع تحت شو مكتوب تحت. API، API اختصار ايش؟ امريكان. الان امريكان والثاني بتروليوم انستيتيوت. فواحد اسمه امريكان شو اليونت تاعته بدها تكون؟ اليونت تاعت الامريكان. فهاي الكاستمر يونت تاعته، فكاستومري مش إلك، هي كاستومري لصاحب الكلام اللي عم بنكتب. ففهمنا ليش سموها كاستومري يونتس، لأنه الـ API المؤسسة الأمريكية اللي حاطة الداتا شيت هاي كجايد كتمبلت لتعبئتها. أوكي جماعة أمريكا. هلأ في عندهم واحدة تاني يكونوا حاطينها بالانترناشنال سيستم أوف يونتس،
طيب أنا أطلع على بعض الأمور اللي هون أقول لكم بديش أطلع عليها. exercise لكم exercise لكم إنكم تجيبوا هاي أنا موجودة على the presentation وفيكم تجيبوها من الإنترنت طلعوها اعملوا print عليها أو على السكرين وتبع الكلام اللي مكتوب وحاول تفهم اللي مكتوب. أقول لك علم الإشي اللي أنت بتفهمه بناء على اللي إحنا درسناه أو معلوماتك الأخرى وعلم على الإشي اللي أنت بتفهموش يعني بدك معلومات عنه. فستلاحظوا أنه بس تعلم إشي بعرفه إشي بعرفوش أكثر من نص المعلومات اللي هون أنت بتعرفها وفيك تعبيها بناء على السيستم اللي عندك بناء على السيستم اللي عندك. بتعرض لبعض الأمور مثلا نتحدث عن operating conditions لاحظ في operating conditions عندنا capacity بالجي بي ام اف هاي عندنا اياها السيستم اللي حليناه في الصف عندي normal capacity ولا ما عندي؟ عندي 50 جي بي ام. هلا ريتد جي بي ام هاي كلمه ريتد ما بتعرفوا شو بقصدوا فيها فبالتالي بتحط علامه استفهام انه انا مش فاهم شو هاي معناها. سكشن بريشر عندنا اياه ولا ما عندنا اياه؟ عندنا اياه. بي كيرفول. هل المقصود بالسكشن بريشر البريشر اللي عند حط هاي الرسمة تاعتنا السكشن بريشر هل هو البريشر هون ولا هذا؟ اللي قال عنا اياه اظن انه قصده هذا قل لي يس ولا نو. دكتور مين مالك اللي كان يحكي؟ انا لما قلت يس عندنا السكشن بريشر هل كنت تقصد هذا السهم ولا هذا؟ نعم كنت اقصد السهم. اذا كنت تقصد السهم فهذا غلط. This is not the suction pressure. السكشن بريشر هذا قديش الضغط عند راس المضخه عند السكشن بوينت اللي هو شو يساوي بالنسبة لنا التوتال هيد it is equal to the total head suction side إما بال PSI أو بالفوت. بالداتا شيت شو حاطينه suction pressure حاطينه بال PSI. انتبهوا جيج احنا ما طلعناها جيج احنا طلعناها بي اس اي. فاذا بدي اطلعها جيج شو لازم اسوي؟ تطرح منها 14.7 نيجي للديستشارج بريشر. اوكي الديستشارج بريشر اللي هو مين؟ discharge pressure اللي هو وين الرسمة تاعتنا the pressure اللي يكون هون differential pressure الفرق بين هذا الضغط وهذا الضغط اللي أصلا المضخة بدها تعطيني إياه. المضخة بدها ترفع الضغط من هذه value إلى هذه value بصير هذا الضغط اثناء مرور الليكويد من هون لفوق بصير يخسر ضغط يخسر 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 لحد ما يوصل للاند هون. ولما بيطلع عندنا هون اوكي في عندنا هون بريشر. والديسشارج هذا مش الديسشارج بريشر، الديسشارج دائما السكشن والديسشارج لهم علاقه في المضخه، يعني الحديث عن حوالين المضخه. طيب بنكمل. فهي بعض الامور اللي انتم شيء بتعرفوه وشيء ما بتعرفوه. مثلا الليكويد خذ على اليمين هون اوكي على اليمين عندنا الليكويد اللي بدنا نضخه تايب اور نيم اوف ليكويد مثلا ووتر على سبيل المثال. البامبنج تمبرتشر عندنا كانت 61
ماكسيموم بومبينج تمبرشر برضه 61 ما عندي معلومات خاصه. المينيمم بومبينج تمبرشر برضه 61 ما عندي معلومات خاصه. السبيسيفيك جرافيتي 1 مثلا. السبيسيفيك هيت اللي هي السي بي الوحدات اللي مكتوبه تنحط بتروح بتجيبها. اوكي الفيسكوسيتي مثلا كانت 1.12 سنتيبوز الى اخره. فلاحظوا في اشياء انت بتعرف تعبيها، في اشياء بتعرف تعبيها جزئي احيانا. اوكي في اشياء انت بتعرف تعبيها بس بده واحد يعني ينكشك شويه تتعرف تعبيها. مثلا السايت اند يوتيليتي داتا، هاي بده يكون عندك معلومات عن اللوكيشن، يعني المضخه حتكون اندور ولا هي ولا اوت دور، تعمل تشيك. طبعا اندور يعني جوا غرفه، اوت دور يعني في الخلاء. مضخه المي تاعت البيت وين موجوده، جوا البيت ولا برا البيت؟ اوت دور، برا البيت بس يعني تحت الدرج، بس برا في الـ في الـ في, الـ في على الاغلب برا يعني في الفضاء. اوكي بس مثلا شو بقصدوا بجريد؟ اوكي شو بقصدوا بميزانين؟ اوكي فهاي الاشياء انت ما بتعرفها بتتعلم عنها. اوكي طيب امهلوني درس دقيقه بدي اوقف. طيب هاي عدنا زي ما بقولوا، وين صرنا؟ فبهاي السبيسيفيكيشن شيت او الداتا شيت في معلومات تعرف تعبيها، في معلومات بتعرفش تعبيها. مثلا من المعلومات اللي بتعرفش تعبيها لانه بدها معلومات من المانيفاكتشرر، نرجع شوي لورا. لاحظوا عندنا بالبرفورمانس في عندي هون شيء اسمه الار بي ام، شوف بالله عندي انا مش مكبرها. اوكي عندي الار بي ام، شو الار بي ام؟ روتيشن بير مينت، راوند بير مينت، ريفولوشنز بير مينت، شيء زي هيك. اوكي اللي هو سرعه الدوران. لان سرعه الدوران الار بي ام، اوكي من وين بدي اجيبها؟ هاي انا مش ديزاين. الار بي ام هاي بدها تيجي من المانيفاكتشرر اللي هو الشركه الصانعه المضخه. طب انا بدي اطلب مضخه، انا بعرفش الار بي ام. هلا في بعض الاحيان انا بحدد بقول له انا بدي الار بي ام يكون كذا، فالمانيفاكتشرر بيعطيني اللي بدي اياه. هلا في اربعه ار بي امز ستاندرد في العالم، 1500 1800 3000 3600. هدول الار بي امز الستاندرد، في غيرهم ما في غيرهم، بس ساعتها بدك تطلب شغله بنسميها في اف دي فيريبل فريكوانسي درايف. اوكي الفي اف دي هذا بيخليك تتحكم بالار بي ام بس تدفع زياده عليه، بحيث انك تزيد الفلو وتنقص الفلو. كيف ازيد الفلو وانقص الفلو؟ مثلا اذا عندي مضخه بتدور على 1500 ار بي ام، اذا كان عندي في اف دي اللي هو فيريبل فريكونسي درايف اللي هو بيخلي الار بي ام يعني اتحكم فيه، اذا انا شغلت المضخه بدل 1500 شغلتها على 1000، الفلو عندي بزيد ولا بنقص؟ بده ينقص، سرعة الدوران نزلت، بطلت تلف بسرعة، صارت تلف بطيء، صرت تعطيك فلويد أقل. يعني بدل ما أنا أحط كنترول فالف، افتح فالف، سكر فالف، بصير أقول زيد السرعة، نزل السرعة. هلا لما بزيد وبنقص السرعة مقابل افتح فالف زيادة، سكر الفالف يعني زيادة. فتح الفالف وسكر الفالف، هل أنا بتحكم بالفلو ساعتها؟ مش إني بتحكمش، بس المضخة بتضلها شغالة على نفس السرعة. مضخة البيت لما بتشغلها تعطيك مية قوية، بدكش المية كثيرة، عم تسقي مثلا وردي، إذا شغلت المية قوية على الوردة بتنعف لك الدنيا، شو بتسوي ساعتها؟ بتروح على المحبس وبتفتح نص فتحة أو ربع فتحة، وبعدها المضخة شغالة على الفول كاباسيتي تاعتها، يعني عم تصرف كهرباء وأنت مش بحاجة إنها تصرف الكهرباء هاي كلها، أنا بدي أفتحها ربع فتحة، بس لأنه مضخاتنا ما فيهم مش تحكم بسرعه الدوران، فبنصير نتحكم بالفلو عن طريق الفالف. هلا اذا في تحكم عن طريق سرعه الدوران، ساعتها لما بتدور 1000 ار بي ام بدل 1500، صرف الكهرباء بزيد ولا بنقص؟ فهمت السؤال؟ بعيد. عندي مضخه، نفس المضخه
عم بتدور على 1000 RPM على عفوا 1500 RPM. لا كان في عندي جهاز بتحكم بسرعة الدوران بدل ما تدور على 1500 خليتها تدور على 1000 ونفس الليكويد مي مثلا. هل لما بتدور على 1000 تصرف كهرباء زي لما بتدور على 1500؟ لا مين بصرف كهرباء أكثر؟ 1500 الآن. فأنا إذا بدي أوفر بالكهرباء وعندي مضخات كثيرة من صالحي أجيب المضخات اللي فيني أتحكم بالآر بي أم، لأن لما بديش أضخ كثير بنزل الآر بي أم وبوفر بالكهرباء، بس بالمقابل شو أنا بكون دفعت؟ دفعت فلوس في مكان ما. أنا خليتهم يصنعوا لي الإشهاد. دفعت ثمن ما يسمى الـ VFD. أوكي الـ VFD هاي VFD اختصار Variable Frequency Drive. أوكي أو إذا حبيت Variable Flow Drive، بس هي F للفريكونسي مش Flow. عن طريق الفريكونسي تتحكم بالدوران. أوكي فالـ VFD هذا جهاز إضافي بركب على المضخة عشان يتحكم بالدوران تاعها يزيد او ينقص. طبعا ما بيقدر يزيده على الماكسيموم تاعها بس بيقدر ينقصه. اذا الار بي ام ممكن احط ار بي ام انا سبيسيفيك الي او احط اللي بدي اياه حسب الكهرباء اللي عندي. فاذا قلنا مثلا احنا بالاردن ناس هم على فكره بيجوا ال1500 بيجي مع ال3000 وال1800 بتيجي مع ال3600، لاحظ واحد ضعف الثاني. نعم لا واحدة ضعف الثاني، بس هو بالبلد الوحدي بيجي 3000 و 3600 حسب الفريكونسي الهرتز. عندنا 50 هرتز وعندنا 60 هرتز. ليش احنا بنحب انكم تاخذوا كورس الكهرباء؟ بس بنحبكم تاخذوا كورس الكهرباء زي ما احنا بدنا، مش زي ما جماعة الكهرباء بدهم. احنا بنحب انكم تتعلموا الشغلات هاي الان عم بشرح لكم اياها. الأصل تكون أنتم ماخذينها في كورس السيركتس، والأصل ما اسموش سيركتس وإنما اسمه كورس يعني كهرباء introduction أو electricity for engineers وليس for electrical engineers، للإنجنيرز بشكل. خلصنا من هذا specification sheet. الآن هذه حلينا examples عليها إحنا. قبل ما أجي على شرح السكشن هيد والسكشن ليفت، عندنا وظيفة هون بدنا نعطيكم إياها. الوظيفة هي ما يلي: بتروح على الإنترنت أو غيرها وبتجيب داتا شيت. بتجيب داتا شيت قد تكون API وقد تكون مش API. أوكي لأن أنا بدي أتركها مفتوحة، وبكون الداتا شيت في أرقام معبية إما كاملاً أو جزئياً. أنا ما بيهمني الأرقام، بيهمني الكلام اللي مكتوب هون. بتعلم على الكلام اللي أنت فهمته مش لغةً، لا فهمته عملياً شو هو فبتعلم مثلاً باللون الأصفر على سبيل المثال، حسب لأنه هذا حيكون إلكتروني، فبده يكون عندك القدرة انك تعلم. هلا ممكن تعمل برنت عليها وعلى الورق تعلم على الاشياء اللي انت تفهمها او فهمتها، والاشياء اللي انت ما فهمتها تركها بدون علام. اوكي وبتكتب اسمك في مكان ما وبترجع بتعمل لها سكان وسبميت. واضح؟ الان اذا اجى واحد على سبيل المثال مش معلم اصفر على هذه الكاباسيتي، تركها بدون علام، بخصم له علامات. ليش بخصم له علامات؟ لان انا بعرف انكم بتعرفوا شو هي الكاباسيتي، فليش مش معلم عليها؟ لازم اتعلم عليها. الان اتاركوا لكم انك تجيب يا السبيسيفيكيشن شيت او الداتا شيت هاي اللي امامنا الان. اوكي بس بديش البلانك، بدي تفوت على شركات بتصنع مضخات وعندها ما يسمى الداتا شيت هاي، بحيث انه يكون في ارقام معبيه هون إذا استطعت. إذا ما استطعت خلاص هاي بتسد، بس أنا بعرف إنه في داتا شيت موجودة في الإنترنت أشياء كثيرة زي هيك. فبتجيب داتا شيت عمل عليها برنت، معلم على العناوين اللي أنت فاهمها
واللي انت مش فاهمه اتركه بلانك بدون ما تعلم عليه، تعمل سكان عليها مره ثانيه وبتعملها سبميت. اذا انت من النوع اللي بيعرف يعلم على السكرين مباشره بالاصفر، علم بالاصفر مباشره ما في مشكله. يعني مثلا ديسكارد، لو جينا هون انا بامكاني اجي هون، هاي صعب اعلم عليها، بدي افتحها بالبي دي اف واعلم البي دي اف بالاصفر عليها. بده يكون عندك بي دي اف من النوع اللي ممكن تعمل اديتنج فيه. طيب ليتس كونتينيو. هاي الوظيفه نسيت شو رقمها، بنزلها على 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 السايت وبتسلمونا اياها. الان احنا شو اليوم؟ اليوم الاثنين، بتسلموها يوم الخميس ولا الخميس عطلي؟ الاربعاء. تمام، الاربعاء دكتور. هي بدها شغل كثير، يعني هاي تسلاي، يعني فيك تعمل لك فنجان قهوه وتتسلى فيها. اوكي، اللي باخذ الوقت انك تعمل برنت وتعلم وتعمل سكان مره ثانيه. وقلت مره هاي بكرر، مش ضروري تعمل برنت اذا انت بتعرف تعمل هايلايت على السكرين بحيث ان سيف ات او ان سند ات تو مي، دو ما عندي مشكله. وضحت الوظيفه؟ اظن انه وضحت. طيب خلينا نتابع في البرزنتيشن. نيجي للصوره اللي حطيتها هون. في شيء بمر علينا لفظه سكشن هيد وسكشن ليفت. فما هو المقصود بسكشن هيد وما هو المقصود بسكشن هيد؟ الرسمتين اللي امامكم، هذا السيستم شبيه بالسيستم اللي بالمثال اللي حليناه في الصف. بما انه الحديث عن سكشن والسكشن، فاذا انا بدي اركز على هذا الجزء من المضخه تاع السكشن سايت، ما بتطلع على السيستم كله، وبالتالي هون نفس الشيء بتطلع على هذا الجزء من المضخه تاع السكشن سايت. شو الفرق بين التنين؟ بين هذا وهذا؟ واحد التانك فوق البمب والثاني التانك تحت البمب. خلينا نكون ادق شويه. مستوى سطح الليكويد في السكشن فيسل اما بكون اعلى من السنتر لاين اللي بمر في المضخه، اعلى، هاي هون اعلى، هاي السنتر لاين اللي بمر في المضخه افقيا، سطح الليكويد اعلى منه، فصار هون سكشن هيد. او بكون سطح الليكويد دون السنتر لاين اللي بمر في المضخه، ساعتها بصير هذا السيستم سكشن ليفت. السيستم هذا اللي هو سطح الليكويد دون السنتر لاين اللي بمر في المضخه. طيب سو وات، ليش بدي سكشن هيد وسكشن ليفت؟ لانه تعاون السكشن ليفت بيعملوا لنا مشكله. كيف يعني مشكله؟ خلينا هاي، ما بدناش نحكي عنها. المشكلة التالية، عندي هنا عن هون كيرفين، هاي مضخة، هاي المضخة اللي ورا هون شو؟ الموتر. نعم، هاي سنترفيكال بومب تحديدا. السكشن بيجي من السنتر، الديسشارج بيجي من الطرف تانجنشال. عند السنتر محل ما الليكويد بفوت هون في مكان ما، عند السنتر تاع الشفرات بسموها الاي، العين تاعت المضخة. عند الاي بكون عندي اقل بريشر في السيستم. هاي عندنا هون السكشن بريشر، بي اس يعني اس، اس يعني سكشن بريشر، بي دي اللي هو الديسشارج بريشر. هون عندي هاي بي اس هون، وهون عندي بي ديسشارج. تمام، الديسشارج اكيد بده يكون اعلى من السكشن، اكيد المضخه عم تعطي بريشر. بس اثناء مرور الليكويد في المضخه، اثناء مرور الليكويد في المضخه بنزل البريشر بعدين بيطلع. اقل بريشر بنزله عند الاي نفسه، عشان هيك
عندنا مشكلة جوا المضخة. إذا كانت عند الآي وهو أقل بريشر بقارنه بالفيبر بريشر تاعت المضخة تاعت الليكويد اللي بدمر. الليكويد اللي بدمر له فيبر بريشر. إذا كان هذا البريشر عند الآي أعلى من الفيبر بريشر there will be no bubble formation عند الآي. الآن إذا كنا أثناء السكشن نزل البريشر تحت مستوى الفيبر بريشر فاليو للليكويد، لما البريشر بصير تحت الفيبر بريشر تاع الليكويد بصير جزء من الليكويد يتبخر، جزء من الليكويد يتبخر، هاي ليكويد جزء منه بده يتبخر. التبخر ما بصير بس على السطح، بصير كمان من جوا، بصير في بابلز تتشكل والبابلز بصير تطلع لفوق عكس الجرافيتي. مجرد ما صار نيجي بابلز تتشكل احتمالية هاي البابل انها تكبر واحتمالية انه يجيها بريشر معين تنفجر. من وين بدي يجي البريشر؟ هلا هون نمشي مع خط البريشر، ما في بابلز ما في بابلز ما في بابلز، بدأ تشكل البابلز هون. لان اثناء مرور الليكويد في هاي المنطقة هيك البابلز موجودة والضغط عم بيزيد، بدأ يزيد هون، بدأ يطلع فوق الفيبر بريشر. فبالتالي لما بيزيد الضغط هاي بابل تشكلت لأنه البريشر نزل، جزء من الليكويد، هاي الليكويد عندنا نزل الضغط فجزء منه تبخر، صار عندي بابل جواتها فيبر من نفس الليكويد. الآن أثناء مرور الليكويد بده يطلع من اللو بريشر للهاير بريشر، هاير بريشر، هاي هاير بريشر حول البابلز. شو بده يصير في البابل هلسه؟ بدها تنفجر لجوا مش تنفجر لبرا، بده يصير لها اما اكسبلوجن مش اكسبلوجن، بده يصير لها امبلوجن تنفجر لجوا. طبعا انفجار بصير انستانتينيوس يعني فيري فاست يعني فراكشن اوف ا سكند. الان لما هاي البابل بده تنفجر لجوا اوكي الضغط اللي بيتشكل، احنا شو تعريف الضغط؟ البريشر شو يساوي؟ فورس على اريا، هذا رقم ثابت عندي، هي رقم ثابت. الاريا عم بتزيد ولا عم تنقص اثناء عمليه الامبلوجن؟ تنقص، بدها تنقص، بدها تنقص من سيرفيس اريا معين الى نقطه اصغر شيء نقطه. لما هاي بتصير نقطه وهذا رقم فيكست ثابت، عشان هذا كله يصير ثابت لما هذا بينزل وهذا ضل ثابت شو بده يصير بالفورس؟ لازم تطلع عشان احصل على الرقم الثابت. فبصير في عندي very very high force على الاريا، هاي الفورس على الاريا. اذا البابل هاي انفجرت جوا الليكويد ما عندنا مشكله، بس اذا انفجرت على سطح الامبلر هون شو بده يصير عندي؟ بتصير عندي very high force على نقطه، وبالتالي شو بده يصير للفورس العالي هاي اللي كلها تجي على نقطه واحده زي راس الدبوس؟ فورس عالية بسبب انه الاريا صارت very small، بصير عندي هون يعني مئات الالاف من البريشر على الاريا هاي. فبالتالي بصير عندي what we call pitting على الشفرات. اوكي شايفين هاي الصورة هون، يظهر كأنه في كوروجين، بس قبل الكوروجين كان في pitting، بعديها صار عندي الكوروجين. اذا بتطلعوا بدقة في هذا الزون تلاحظوا انه في نقور، هاي النقور جاي من البابل فورميشن والانفجارات تاعت البابلز عند الشفره هاي. طبعا تلاها فيما بعد انه صار في عندنا كروجن، بس هاي النقور ممكن تكبر وتوصل لمثل هيك حالات يعني تخرب، ممكن تاكل الشفره كلها حتى مع الزمن. وبالتالي هون حطينا pitting of impeller اوكي بسبب قلنا البابل فورميشن هذا.
فإحنا لما بدنا نشغل مضخة أو بدنا نشتري مضخة بدنا نكون يعني عندنا معلومات عن وين المينيموم بريشر هذا المينيموم اللي هو حيكون عند الآي الفاليو تاعته مقارنة بالفيبر بريشر للليكويد. مهم جدا أن يكون أعلى، لأنه إذا كان أقل معناها البابل فورميشن حيحصل عندنا وحيظهر عندي اللي هو كافيتيشن. تتذكروا كلمة كافيتيشن مرت عليكم بالفلويد ميكانيكس وبالمختبر. الكافيتيشن يصير بعمل لي بيتنج نقور والإمبيلر تضعف ممكن تكسر معنا. الآن بنتحدث عشان هاي النقطة نعرف وين إحنا، عشان نعرف هاي النقطة بالنسبة لنا بدي رقم هون قديش الفاليو تاعته. أوكي، والفاليو تاعته بنسميها النت بوزيتيف سكشن هيد. النت بوزيتيف سكشن هيد بيختصروها NPSH، يعني NPSH اختصار نت بوزيتيف سكشن هيد. الآن نبدأ بالتعاريف. سكشن هيد يعني السكشن بريشر اللي هو البريشر عند الآي. أوكي، البريشر عند الآي هون هذا بنسميه السكشن هيد اللي عند الآي اللي هو هذا. بدي أعرفه، عشان أعرفه بدي أحسبه. قبل ما أحسبه بدي أعرف التعريف. فهي السكشن هيد. طب ليش كلمة نت وليش كلمة بوزيتيف؟ نت لأنه في أشياء بتشتغل مع المضخة وفي أشياء بتشتغل ضد المضخة، مصادر للضغط. إذا بنشوفنا قبل شوي إنه الفريكشن بيشتغل ضد the pressure over the liquid، بيشتغل مع المستوى سطح الليكويد بالنسبة للمضخة. إذا كان تحت المضخة بيشتغل ضد، إذا كان فوق المضخة بيشتغل مع. لأنه في إشي بوزيتيف إشي نيجاتيف، صار الحديث هون إنه في عندي كلمة نت. طيب ليش ما سميناها نت سكشن هيد؟ نت سكشن هيد ليش كلمة بوزيتيف؟ بوزيتيف للتذكير إنه أنا بدي إياه يكون بوزيتيف، ما بدي إياه يكون نيجاتيف. ممكن يطلع نيجاتيف، افرض مستوى سطح الليكويد is very low، ساعتها البريشر اوف الليكويد والفريكشن ما عم بيغطوه، فبطلع عندي التوتال او النت از نيجاتيف. اذا كان السكشن هيد اذا طلع نيجاتيف ستوب، توقف. اذا هذا الرقم طلع نيجاتيف يعني السكشن بريشر السكشن هيد او السكشن بريشر اذا طلع نيجاتيف هون بهاي الحاله بيكون نيجاتيف. اذا طلع نيجاتيف طبعا هون ممكن يكون مش نيجاتيف، وان كان تحت الفيبر بريشر بس مش نيجاتيف. متى بكون نيجاتيف؟ اذا كان السكشن هذا بريشر، اذا كان هاي هون عندي زيرو طلع اشي بالسالب هون نقول لك وقف. ليش وقف؟ لانه ما في عندي انا اشي اسمه نيجاتيف بريشر، نيجاتيف ابسولوت بريشر. في نيجاتيف جيج بريشر وله ليميت اللي هو ناقص 1 بار او ناقص 14.7 PSI. ما في شيء اسمه ناقص 20 PSI، هذا مش موجود. في ناقص 14.7 اللي هو يعادل زيرو ابسولوت. الزيرو ابسولوت بالجيج شو بده يكون؟ زيرو بار ابسولوت تساوي ماينس 1 بار جيج. 0 PSI عبارة عن minus 14 PSI gauge. طيب الآن negative or positive. negative وقف. ليش وقف؟ معناها إنه أثناء عملية السكشن هون، خذ هاي مثال، لما بنصير نعمل سكشن المضخة شغالة والليكويد عم بيطلع. هلا اثناء صعود الليكويد لفوق بيبدا يخسر ضغط، عندي فريكشن وعنده عم بيقاوم الجرافيتي، فبالتالي عم بيخسر ضغط. فهو بيبدا بضغط معين
وبعدين بيخسر بيخسر بيخسر. لأن إذا وصل لمرحلة إنه صار البريشر أبسولوت زيرو، الاستمرار معناها صار البريشر نيجاتيف، وهذا يخالف قوانين الكون تاعتنا، قوانين القوانين في الطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. لأنه بس يوصل صفر بيبدأ الليكويد يتبخر، بصير يتحول لفيبر، وهاي المضخات معمولة إنها تسحب ليكويد مش تسحب فيبر، وبالتالي عند نقطة معينة بس يوصل البريشر صفر يتوقف الفلو، there will be no more flow، وبتحول الليكويد إلى فيبر. ف we cannot have okay what we call a negative، تعليق على كلمة positive one، okay we cannot have except positive pressure. فإذا بالحسابات طلع بدل positive طلع لسبب ما negative، نقول stop. شو يعني stop؟ معناها إنه هاي المضخة لن أقول هذا السيستم مش هيشتغل. المثال اللي بضربه للطلاب بالشكل التالي، بدنا نطلع ماء من بير أرضي، أوكي بير ارتوازي من تحت الأرض، هاي سطح الأرض وهاي المضخة، وفي عنا هاي سطح الأرض وعنا هون هاي طبعا صخور، وهون المي موجودة هون هاي الووتر، أوكي وإحنا حافرين هاي الماسورة واصلة لمضخة. طيب لنفترض أن الووتر ليفل، الووتر ليفل جاي على مثلا بعد 5 متر من سطح المضخة، 5 متر، ساعتها نظريا هاي المضخة ما في مشكلة إنها تشتغل بالضخ، ما في مشكلة إنها تشتغل. ليش ما في مشكلة تشتغل؟ لأنه الضغط الجوي لحاله 10.3 هاي الضغط الجوي، بيطرح منهم 5 بضل لسه في عندي 5.3، شيل منهم الفريكشن، مش في عندي فريكشن، مش هيكون 5 متر الفريكشن إلا إذا الماسورة تاعتي القطر تاعها الداخلي يعني رفيع جدا، وبالتالي ما في يعني مشكلة إنه البومب تسحب. طيب لنفترض إنه سطح الليكويد هذا هون بدل 5 متر كان مثلا 15 متر، اوكي زوم اعطاني انذار انه less than 1 minute، وبالتالي بدي اترك السؤال قائم والمحاضره الجايه بنشوف اذا كان الارتفاع او العمق تاع سطح الليكويد تحت الارض 15 متر مثلا، هل هاي المضخه حتشتغل ولا لا؟ واذا لا، هل إذا غيرت نوع المضخة يعني فين أجيب واحدة أكبر أقوى تشتغل ولا لا؟ سؤال قائم، وبناء على الإجابات من دردش شوي فيها في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية، السلام عليكم.